اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي في الاستوديو اللي كانوا معايا وشاركنا بعض لحظات جميله. فوز كان السنه اللي فاتت حتى كاس السوبر وابطال الكؤوس، وشاركنا بعض الحقيقه لحظات لا تنسى. معايا طبعا كابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق الناشئين للنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن يحيى. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منورنا. مبروك بوجودك ودايما كده وشكوا حلو علينا وعلى دايما يا رب ان شاء الله، وقدر الاهلي دايما كده منورنا. اكيد ان شاء الله. ايوه ربنا يخليك. ومعايا ومعاكم طبعا كابتن محمد عبد الله، طبعا مدرب منتخب مصر السابق واحد نجوم النادي الاهلي السابقين. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، فرصة سعيدة جدا منورنا. ودايما منورين بقناة الاهلي. لا وكمان يعني شفنا لحظات جميلة يا كابتن محمد. الله يخليك كابتن هيثم. الله يخليك كابتن. كلمني عن بطولة افريقيا طبعا اللي بتقام دلوقتي في الجابون، كلمني عن الافتتاح كان امتى، المجموعات، يعني اديني كده نبذه سريعه عن البطوله. هي بالنسبه للبطوله اللي هي مقامه حاليا، دي البطوله رقم 23 لبطوله افريقيا، مقسمه لمجموعتين. المجموعه الاولى فيها تونس والجزائر والجابون والكونغو والكاميرون. تمام. افتتاح الاول امتى كان امتى يا كابتن؟ الافتتاح كان اول امبارح، اول امبارح يوم الاربعاء، كانت مصر بتلعب المغرب، وكان في ماتشين تاني. كان جه الجابون كانت بتلعب الجابون، كانت الجزائر كانت بتلعب الكاميرون، والجابون والكونغو. الجابون مش معانا في المجموعه. طب لا، الجابون في المجموعه الثانيه بتاعت تونس. طب قول لي المجموعه الثانيه مين برضه؟ المجموعه الثانيه فيها تونس وفيها مصر والمغرب ونيجيريا وانجولا والكونغو. دي المجموعه بتاعت مصر اللي هي المجموعه الثانيه. المجموعة الأولانية قلنا تونس والجزائر والجابون والكونغو والكاميرون. ودي لقطات من افتتاح البطولة، الملعب رائع الحقيقة، الملعب منحة من الحكومة الصينية. عاملين صالة بسم الله ما شاء الله، يعني مخصوص عشان البطولة ديت، والأرضية بتاعتها أرضية محترمة جدا، والمدرجات بتشيل جمهور كبير، وعلى اتم استعداد فعلا ان هم يحققوا حاجه في البطوله ديت. خلينا اقول لكم برضو ان البصاله دي تاني بقرر هي منحه من الحكومه الصينيه، يعني كان زمان لنا كابتن محمد عبد الله ان هي يعني تم اقامتها مخصوص لهذه البطوله. وخليني برضو اقول ان الجابون عامله فرقه كويسه، هنتناولها طبعا مع ضيوفنا هنا. يعني كابتن محمد برضو خليني اقول، مصر لعبت كام مباراه حتى الان؟ لعبت مباراتين، المباراه الاولى مع المغرب وكسبنا 33-28، والمباراة الثانية لعبنا نيجيريا وكسبنا فرق 5 أو 4، بس نيجيريا 27-22. نيجيريا برضو عاملة خطوات كويسة في اللي عاملة خطوات كمان كويسة. الجابون في البطولة في المجموعة الثانية قدرت ان هي تكسب الجزائر امبارح، وقربت من ان هي تبقى ورا تونس تتأهل. ممكن تخش الدور قبل النهائي، ان هي ممكن تخلي الجزائر في ظهرها. واكيد الجمهور والملعب عاملين شغل طبعا، عامل الارض والجمهور طبعا هيفرق معاها كتير. تمام. البطوله طبعا ديت مقامه من سنه 74، واكثر الالقاب بها منتخب تونس، فاز بتسع القاب، يلي منتخب الجزائر 7 القاب، ومصر بعديهم 6 القاب. طب برضه خلينا اروح لكابتن يحيى، يعني خليني برضه نتكلم اكتر عن تاريخ البطوله. خلينا نتكلم عن هي دي نسختها رقم 23، النسخه السابقه احنا كنا يعني كلمني اكتر عن البطوله وعن تكرارات الفرق ومين اكتر حصول. زي ما قال كابتن محمد برضه نفسر السنوات. اتفضل يا كابتن. البطوله دي نسخه 23 ليها، اقيمت 23 مره. اول مره اتعملت فيها سنه 1974 كانت منتخب تونس، وللاسف منتخب المصري كان موجود فيها وانسحب. كان في مشكله في مباراه الكاميرون، وكان في اعتراض على التحكيم، ومصر انسحبت في المباراه دي قبل النهائي، والكاميرون لعبت بدلنا في النهائي مع المنتخب التونسي، والمنتخب التونسي قدر يكسب اول بطوله دي. منتخب تونس لعب في البطوله دي 23 مره، لعب كلهم التونسي، كلهم شارك ساعه ما بدات سنة 74 لحد السنة دي اللي هي بتلعب في الجابون. بتلعب كل سنتين يا كابتن؟ بتلعب كل سنتين. آخر بطولة كانت عندنا في مصر 2016، وقدرت مصر الحمد لله إن هي تكسب وتوصل لكأس العالم. طبعًا هما بياخدوا 3 فرق. منتخب التونس هو أكثر الفرق حصولًا على البطولة وأكثر مشاركة، هو كسب 9 مباريات من 23 مباراة. من 23 نسبة عالية. طبعًا. تقريبًا نقول الثلث. بالظبط. منتخب تونس خد 9 مباريات اول، خد 7 مرات تاني،
خد 6 مرات دايما بشكل كبير هو في الفاينل، هو في الفاينل في المربع بالظبط، هو شارك 23 مره وفايت 23 مره يعني. يليه المنتخب الجزائري. طبعا الواحد زعلان جدا ان فرقه عربيه زي المنتخب الجزائري وليها صيت او باع في البطولات الافريقيه وليها باع كبير جدا برضو في البطولات العالميه، ان هي يحصل لها دروب بقى له كام سنه بصراحه، داخله على 10 سنين يحصل لها دروب. يليه المنتخب المصري شارك 20 مره في البطوله، المنتخب الجزائري شارك 21 مره فاز 6 فاز 7 مباريات بالظبط في البطوله. مصر شاركت 20 مره 6 القاب اخرهم 2016، والمركز الثاني خد 5 ألقاب يعني 5 مرات، المركز الثالث خد 6 مرات المركز الثالث. ان شاء الله دي لقطات كابتن مباراتنا مع المغرب، وفي لقطات تانية هنجيبها يعني صور. أيوه. ماتشنا ده البنش مع نيجيريا اللي فزنا عليهم. اتفضل يا كابتن. وان شاء الله السنه دي ان شاء الله نكسب البطوله السابعه لينا ان شاء الله. اعتقد ان البطوله السنه دي ناس بتقول ربنا يستر، لا بس انا بقول ان شاء الله ان البطوله دي هناخدها. اعتقد من اسهل البطولات لمصر ان هي تحصل عليها لغياب المنافس الوحيد في البطوله. البطوله دي في منافس وحيد في البطوله زي ما كان في منافس وحيد بس في بطوله 2016. رايك مين المنافس الوحيد؟ هو فريق تونسي فقط. تونسي تونسي فقط. بس حضرتك قبل الهوا قلت لي ان تونس عندها مشاكل كتير. هو المنافس يعني. ما طول عمرها المنافس المنتخب التونسي ناقصها لعيبه ما بتلعبش معاهم في البطوله الحاليه، مصابين كمان. مصابين منتخب تونس اعتقد عنده 4 لاعبين مهمين جدا جدا جدا. مين يا كابتن غايب؟ غايب وائل الجلوزي، اصلا لاعب برشلونه ده مصاب بقاله بالظبط 2 أسبوع. مصباح الصنعي ده لاعب في الدوري الفرنسي. عبد الحق بن صالح ده لاعب ترجي تونسي استطراف كويس جدا. واسامه بن غريمه ده للايقاف موقوف من الاتحاد. 4 لاعبين مهمين جدا. غير كده كمان انا شايفها ان البطوله اسهل مكان من عندنا، ان كمان في منتخب التونسي يضم 8 لاعبين جدد اول مره يشاركوا في البطوله الامم الافريقيه. بس مش دايما بيكون لصالحنا، ولا ايه يا كابتن؟ يعني دايما ممكن يكون لعيبه جديده مشاركه يا كابتن محمد، بالعكس ده ممكن يبقى حافز ليهم عايزين يعملوا تاريخ. هو ممكن طبعا زي ما حضرتك بتقول كده ان يبقى حافز للمنتخب التونسي ان هو في عدم وجود اللعيبه ديت ان هو يسعى ان هو يكسب، واللعيبه عايزه تثبت رجليها في الملعب. بس طبعا هنرجع ونقول ان برضو الاعداد عليه عامل. يمكن المنتخب المصري برضو يمكن في الفتره الاخيره كان الاعداد ما كانش بالمستوى اللي هو المفروض يكون بيه، في حين ان المنتخب التونسي عامه يعني تونس والجزائر المفروض بياخدوا منح من رئاسه الجمهوريه التونسيه او الجزائريه في 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 المعسكرات والدورات اللي هم بيشاركوا فيها، عكس عندنا هنا في مصر. صحيح. احنا يمكن كل فتره مثلا ممكن الدعم يبقى من الوزاره على اساس ان احنا بنحاول ان احنا نعمل احتكاك للمنتخبات او الفرق اللي احنا بتشارك في بطولات عالميه، عكس الدولتين الجزائر وتونس الصرف عليهم بيبقى من مفتوح من الجمهوريه نفسها الدوله. فبيدوم حق ان هم ممكن يعملوا معسكرات ممكن في اي وقت، عدد المباريات ممكن بيسعوا ان هم يلعبوا اكبر عدد من المباريات زي المنتخب بتاعنا. وفي الفتره الاخيره طبعا على مستوى الانديه كلها كان في انتخابات على مستوى الانديه، فما كانش في والاتحادات برضو نفس الكلام، فيمكن ده كان عائق شويه ان هي تعمل استعداد قوي للمنتخب بتاعنا. خليني برضو يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، نستعرض مع بعض تشكيل النادي تشكيل منتخب مصر ونشوف احنا عندنا كام لاعب من نادي الاهلي شارك معاه. بالنسبه للتشكيل بتاع منتخب مصر احنا عندنا 3 في حراس المرمى، كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام. وعندنا ناحيه الرايت اللي هي الخط الخلفي عندنا احمد الاحمر وابو الفتوح حماصه وممدوح طه ويحيى خالد. تمام، دول اللي هم الخط الخلفي. دول الخط الخلفي. والناحيه الثانيه في علي زين والمفروض كريم ايمن، يعني كابتن مروان واخده مع علي زين في الناحيه. يعني احنا عندنا كده 4 شمال 4 شمال واثنين من الناحيه الثانيه. عندنا عندنا 2 بلاي ميكر المفروض في خط الخلفي، اسلام حسن ومحمد حسام. تمام. وعندنا 3 على الدايره، ممدوح هاشم ومحمد ابراهيم وسام نوار. وواخد في ناحيه الرايت جناح الرايت في محمد سند، والناحيه الثانيه عمر وكيل في ناحيه الليفت.
صحيح. انا يعني كتصور كتصور يعني لكابتن مروان ان هو واخد خط خلفي بزياده شويه بحيث ان هو يدعم حته الخط الخلفي، وعنده اثنين مدافعين يمكن برضو ابراهيم المصري ومحمد رمضان. انا بقول ان هو كان ممكن ياخد واحد بس بحيث ان هما الاثنين مشابهين لبعض في المركز ده، فكان ممكن ياخد واحد في الخط الخلفي مثلا ناحيه مع علي زين. طبعا احنا عندنا يحيى الدرع بيلعب مع علي زين بس مصاب، محترف في الدنمارك، انا اسف، فعنده اصابه في كتفه فمنعته ان هو يشارك مع المنتخب. اكيد. طب خليني، طبعا احنا بيشارك مع النادي الاهلي 6 لاعبين مع المنتخب، الحقيقه كان لازم كاميرا ملوك السرات تكون مع فريق النادي الاهلي واستعداداته خلال الفتره دي. خلينا نشوف التقرير ده مع حضراتكم عن رجال اليد الاهلي وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، ارجع لضيوف الاستوديو كابتن محمد عبد الله والكابتن يحيى يوسف. كابتن يحيى، المتابعين لكرة اليد ليهم تعليقات اكيد على اختيار المنتخب على التشكيلات، يعني يمكن في مراكز فيها لاعب واحد وفي مراكز فيها 2 أو 3 لعيبة، يعني كلمنا برضو تحليلك الفني. هو طبعا على الميديا كان في ناس بتتكلم طبعا، وفي الاخر هي وجهه نظر اكيد وبنحترمها، بس احنا بنتناول فنيا. كابتن مروان رجب وفي الاخر هو بيحاسب من الاتحاد يعني. بالزبط. هو كان اختيار الكابتن مروان رجب 3 حراس مرمى بحيث ان هو طلع 18 لاعب، لو كان طلع ب 16 لعيب كان ممكن ياخد 2 حراس مرمى بس. فمفيش مشكله، الزياده دي كانت في 17 و18. بالظبط بالظبط. اما بقى هي في نواحي ناحيه مكتمله زي ناحيه الرايت، اعتقد فيها 5 لاعبين تبدا من سند وينج رايت، وممكن كمان يلعب معايا في الوينج رايت، واتلعبت قبل كده الاحمر لعب وينج رايت، وممكن ممدوح طه بيلعب وينج رايت، وفي نفس الوقت ان هما الاثنين ممدوح طه او الاحمر بيلعبوا باك رايت مع يحيى خالد او بيلعب مع حماصه، يعني الناحيه دي مكتمله الصفوف. مكتمله تمام، مفيش مشكله. واعتقد كمان ناحيه سنتر اوف هي مكتمله برضو، اسلام حسن فيها في 2 وفيها اسلام حسن وفيها مهاب حسام من نادي سبورتنج مواليد 94. هي الناحيه بس اللي فيها اعتقد ان فيها عجز كمان هي ناحيه الباك ليفت بعد اصابه يحيى الدرع، وهو وجود علي زين بس هو ده الموجود. وطبعا اختيار الكابتن مروان ممكن يكون عامل حساب حد يلعب من السنترافات ممكن، بس مش هيبقى مركزه يا كابتن، يعني هيلعب بس مش مركزه. اكيد ان علي زين هو المصوب الوحيد اللي موجود في الناحيه دي بس، يعني موجود في الوينج ليفت موجود كريم ايمن وموجود عمر بكار، هما دول الاجنحه اللي موجودين، وعلي زين هو الوحيد اللي موجود في المركز ده مصاب خارجي، يعني في حاله لا قدر الله مصاب ما عندناش مشكله. لا طبعا اكيد ربنا، وعلي زين لعب على النادي الاهلي ومحترف في فرنسا. اكيد طبعا ان هو لا قدر الله يحصل حاجه ما فيش بديل الا لإما اسلام حسن هو اللي ممكن يجي يلعب باك ليفت او كريم ايمن، والاثنين مش مصوبين خارجيين خالص. بالظبط. يعني اسلام بيتمتع هو بالكرديه والهدي كلها بس مش مصوبين. اعتقد هي دي المشكله بس. في مشكله اعتقد كان ممكن يعني الكابتن مروان ده طبعا هي وجهته وجهه نظره طبعا محترمه، بس احنا بنتناول فنيا الموضوع. انا ما اخدش مفروض على الورق والقلم موجود 5 فراوده موجودين معاه. بس الاثنين هم بيدافعوا بس. يعني واخد محمد ابراهيم من النادي الاهلي سنتر فيلد مع واحد ممدوح هاشم محترف في فرنسا، واخد وسام سامي سنتر فيلد، وبتحسب معاهم كمان 6 فراوده المفروض على الورق والقلم. ابراهيم المصري ومحمد رمضان مدافعين فقط، فدول 5 اماكن. واعتقد ان في منهم الـ5 دول 4 مدافعين جيدين جدا، يعني محمد ابراهيم مدافع جيد جدا، محمد ممدوح هاشم مدافع جامد جدا برضو. طب البديل كان يبقى يا كابتن؟ هو كان ممكن طبعا هيبقى نظره طبعا ان كان لازم ياخد وينج باك مكان الدرع، وكان هو عنده طبعا هو كان في موجود، يعني قصدي حضرتك الـ5 لاعبين الموجودين عندنا في راوده كان ممكن 4 مثلا يقوموا بالدور كله، او كان ممكن لو في 2 مدافعين بس منهم سكاي ابراهيم مصر ولا محمد رمضان كان ممكن هو يسلم واحد بس فيهم مثلا ولا حاجه، وكله ممكن ياخد واحد بس. في اعتقد ان علي هشام اعتذر لظروف امتحانات، بس عندك كذا باك ليفت كان موجود، عندك كان ممكن يبقى حضر معاه في تجمعات في المنتخب اخر تجمعات دي عمر حجاج من النادي الاهلي، وكان عنده كمان ان انا مش هتكلم عشان النادي الاهلي هم 3 من الاهلي اللي موجودين منهم على الاقل بديل. كان عمر حجاج، كان في كمان مصطفى خليل
وهو من المنتخب اصلا موجود وكده، وعامل موسم كويس الموسم اللي فات، وكان في عبد الرحمن علي هو اصلا كان معاهم في اخر كاس عالم كمان، بس جات له اصابه وكده ورجع الملاعب تاني. كان ممكن كان في اختيار ممكن بينهم، وكان ممكن في اختيار الكابتن مروان رجب ياخد ياخد منهم. كان في اتصال اعتقد بينه وبين الكابتن عاصم حماد لاختيار واحد منهم، بس ما اعرفش ايه اللي وصل اللي حصلت. طبعا نتمنى طبعا ان شاء الله للمنتخب مصر والكابتن مروان التوفيق، وربنا يا رب يبعد عنهم الاصابات على الاقل من ناحيه الليفت دي جميعا. بعد لاعب واحد علي زين، ولو حصل قدر الله اي مشكله او اجهاد حتى تبقى مشكله اجهاد، بس انت عندك في البطوله دي ما فيهاش اجهاد جامد جدا للدرجه اعتقد ان شاء الله كويس. اعتقد كابتن مروان موزع الاحمال بالطريقه دي، وبيلعب بطريقه ان لو حاجه علي زين مش موجود يلعب ممكن باسلام، يلعب بكريم ايمن باك ليفت. ممكن المنافسه مش قويه قوي، هي اعتقد انا زي ما قلت لك المنافسه تبدا البطوله دي من الدور قبل النهائي. ممكن الناحيه الثانيه يوصل، كان المفروض يوصل الجزائر بس في ظروف معينه ممكن ما تطلعش، ممكن الجبون تطلع مكانها. والناحيه الثانيه احنا ان شاء الله هنكسب انجولا ونوصل برضو قبل النهائي. قبل الجبون ممكن عندك ماتشين اللي هم اقوى ماتشين المفروض ان انت تلعبهم، او ماتش واحد اعتقد ربنا يكرمنا بعدنا الاصابات. واتمنى التوفيق طبعا لكابتن مروان ومنتخب مصر بالتوفيق ان شاء الله. طب كابتن محمد، يعني دلوقتي احنا الجبون كسبت الجزائر، والجابون حضرتك قلت لي ممسكه المدرب جاكسون من احسن اللعيبه، كان من افضل اللعيبه على مستوى العالم، كان في الوقت اللي كان بيلعب فيه يعني. بالنسبه للعامل الارض والجمهور كمان احنا نسينه طبعا، عامل الارض والجمهور يخلي الجابون ان هي تقدر انها تصمم ان هي توصل قبل النهائي ان شاء الله. طب انت شايف لو قابلناه في قبل النهائي ممكن في قلق عليه؟ مباراه قويه لان عندهم لعيبه محترفين متجانسين متهيألي. عندهم حتى خمس لاعبين حضرتك تقريبا، خمس لاعبين بيلعبوا في الدوري الاوروبي، وهم مش هينظموا البطوله اذا كانوا قادرين على المنافسه، وعندهم امكانيات برضو متاح ليهم ان هم يعملوا احتكاك قوي ويمسكوا مدرب زي جاكسون. ده برضو يبقى حاجه كويسه ان هم يقدروا يوصلوا الدور قبل النهائي، يعملوا نتيجه كويسه بالنسبه ليهم وعلى ارضهم كمان. صحيح. طب كابتن تفسر بايه يعني ضعف الاعداد لمنتخب مصر قبل السفر، تفسر بايه لحضرتك؟ والله هو كل حاجه ليها ظروفها يعني. كل وقت وليه ظروفه. انا قلت لحضرتك الانتخابات بتاعه الانديه والانتخابات بتاعه الاتحادات، زائد ان الدوله عندنا طبعا في ظل الظروف بتاعتنا، فاحنا برضو مقتصرين على ان احنا نعمل معسكرات قبل البطولات بس. صحيح. طب كابتن خلينا ناخد مداخله يعني مهمه لينا، معانا طبعا ابن النادي الاهلي ونائب رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس بعثه منتخب مصر في الجابون، معانا كابتن خالد العود. ازيك يا كابتن؟ كابتن هيثم تبخير يا كابتن هيثم، منورنا كالعاده على شاشه قناه النادي الاهلي، وكابتن يحيى يوسف وكابتن محمد عبد الله بيسلموا على حضرتك. سلام للكابتن محمد عبد الله وكابتن يحيى. بيقولوا لك يا كابتن معلش عايزين الكاس بتاعنا يخصنا، فعايزينك ترجع بيه. والله كان الامور يعني عايز اقول لك حاجه، يا رب نتمنى ان احنا نفرح الشعب. كل عام مهتمين في كل الاجواء، كل مصر مهتميه بالمنتخب بتاعي. اكيد يا كابتن. كابتن الولاد عملوا اول ماتشين الحمد لله، بنقول ان هم بداوا اول ماتشين ما كانش على المستوى بس عشان ما حدش يتكلم كويس كده على منتخب مصر. احنا عارفين كويس، لكن احنا شايفين احنا هنيجي الماتش الماتش، وشايفين الماتشات الدمويه دايما في الاخر. طب كابتن يعني معلش يعني احنا فاضل لنا كده في المجموعه مباراتين ولا مباراه واحده؟ مباراتين يا كابتن. طيب حضرتك النهارده يعني مباراه الجابون كسبت الجزائر، شايف المباراه ده يعني تهمنا كتير ولا مش فارقه معانا يا كابتن؟ كابتن خالد استاذنك لو ينفع حضرتك تحرك مكانك، لان احنا مش سامعين حضرتك. انا عارف الشبكات الاتصالات ممكن يكون فيها مشكله في افريقيا، فاستاذن حضرتك لو تحرك مكانك. كده كويس يا كابتن خالد، اتفضل. كويس يا كابتن، اتفضل يا كابتن. عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على لازم احنا كمنتخب مصر بيفكر في المجموعه الاولى او المجموعه اللي هو موجود فيها النهارده. عملنا ماتشين وعديناهم، ونطلعنا ماتشين انجولا والكونغو، لازم نفكر فيه. نفكر في ماتش انجولا اللي بعد بكره ان شاء الله هنلعبه، نخلص انجولا نفكر في اللي اكيد. بنتابع الفرق الثانيه، واكيد كابتن مروان بيدرس الفرق الثانيه ومصورين الفرق الثانيه كلها كل حاجه. لكن خلينا نقول ان طبعا الفرق الثانيه مفاجاه الجابون والجزائر امبارح، هي مفاجاه. عايز اقول لك حاجه، ان ماتش تونس دلوقتي شغال، وجابون متقدم على تونس لغايه وقتنا هذا، دي حوالي 20 23 الشوط الاولاني، متقدم عليه فرق واحد. كويس؟ فنقول ان الجابون فرقه محترمه، والفرقه الافارقه اختلفت تماما. احنا ننزل افريقيا فنكسب 10 15 جون زي زمان، لا الموضوع اختلف. في لعيبه محترفين كتيره في نيجيريا، في انجولا، في الجابون، في
في الكاميرون فيه يعني لا الموضوع مختلف تماما. العمليه فيها الفرق الفني اللي كان عالي جدا او بعيد لا الامور بقت قريبه. التعب جوه الملعب لاي منتخب هيتعب هيكسب. غير كده مش التاريخ مش هيدي لمنتخبات شمال افريقيا الوضع بتاعها الا بتعب وتعرف جوه الملعب. تقول ان الامور بالنسبه لنا الماتش انجولا الماتش الجاي الاهم بالنسبه لنا باذن الله ان الاداء اللي يتحسن في الاداء الجاي في الماتش انجولا من معرفتنا باذن الله. ومتوقعين ان باذن الله بعد اليومين راحه النهارده مريحين وبكره مريحين عندنا بعد بكره الماتش. فاعتقد ان اليومين دول هيفرقوا كتير جدا جدا مع اللعيبه. خلي بالك ان هنا برضو الرطوبه 90% درجه حراره عاليه جدا جدا سيول فجاه رعد فجاه فالاجواء نفسها الاجواء اللي هم بيشتغلوا فيها بتكلم بصراحه مش حاجه جاهزه من عارف لكن صحيح. انا عايز احكي ليك بالظبط الموضوع شكله ازاي. الاجواء اللي احنا شايفينها في اول اربع خمس ايام موجوده لسه اللعيبه بتاخد على الاجواء. اعتقد في المرحله الجايه ان شاء الله باذن الله اللعيبه هتختلف هيختلفوا باذن الله في الاداء وهيختلفوا في الشكل وهيختلفوا في كل حاجه باذن الله. يا رب ربنا يكرمنا نفس الضحايا. طب كابتن يعني كلمنا على ان شاء الله يا كابتن كلمنا على يعني ظروف الاقامه. هل الاوتيل بعيد عن الملعب؟ يعني الاكل انتوا عاملين فيه ايه؟ اتفضل يا كابتن. هكلمك بامانه شديده احنا قاعدين مش في افريقيا احنا قاعدين في اوتيل كويس جدا 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 الاكل على مستوى عالي جدا. احنا الفرقه او المنتخب الوحيد احنا منتخب المغرب قاعدين في فندق بره البلد كويس تقريبا جنب استاد الكوره اللي اتعمل فيه مصر والكاميرون بتلعب فيه مصر والكاميرون قاعدين جنبه بره البلد خالص ضغط حوالي 45 دقيقه عشان نوصل الملعب. لكن خلينا نقول ان فعلا ان الاوتيل او الاكل مش هم بالعكس هو اوتيل نظيف جدا والاكل كويس جدا. لكن برضو الاجواء نفسها اللي بيتحركوا فيها اللعيبه الرطوبه العاليه حيث ما انت عارف كنت كابتن قديم وعارف يعني الستاف الكبير وعارف الموضوع الرطوبه بتفرق معاك ازاي في الملعب وبتفرق ازاي مع اللعيبه صحيح كويس والتنفس وخطه كبيره عريضه كده. لكن في الاخر بقول دي كلها مش حاجات اللعيبه بتاخد على الاجواء وان شاء الله المرحله الجايه باذن الله هيكونوا باذن الله متواجدين جوه الملعب بشكل احسن كتير باذن الله. طب كابتن خالد يمكن انا عايز اطمن شويه على الاصابات. يمكن احمد الاحمر كان خارج من اصابه وكان برضو حتى في مباراه الدوري شفناه واحده واحده بيرجع. كلمنا عن حاله اللعيبه برضو اللعيبه فيها لعيبه في اوروبا رجعوا جايين بيلعبوا زي علي زين وممدوح هاشم. يعني عايزين نشوف طمنا على الفرقه من الناحيه البدنيه يا كابتن وناحيه الاصابات. يا اخي قلت لك فين لعيبه بيلعبوا في اوروبا بقى لها تقريبا سنه كويس. معلش يا كابتن خالد الصوت بس بيقطع لو حضرتك معلش حرك مكانك تاني انا اسف. عندهم لعيبه دفاع جدا كويس الامور بالنسبه لهم جايين في حامل لقب البطوله. اعتقد ان هي دي حاجه جوه عينيهم واضحه جدا جدا. المهندس عايز كل يوم بيطمن على الدقه في الصبح وبعد الظهر بيتكلم على طول وبيسال على الدقه على طول كل ده بيشيلهم حاله من الطمانينه. سفير مصر هنا السفير احمد بط بصراحه شديده الراجل لا يتوانى في ثانيه ان هو يقدم كل ورجاله السفاره هنا يعني متواجدين معانا 24 ساعه تقريبا. فعايز اقول كل الظروف المحيطه بالنسبه لنا سوري يعني لا اتفضل يا كابتن المحيطه بالنسبه لنا ظروف كويسه ظروف كويسه ان شاء الله ان شاء الله نقدر نعيش على طول احنا من اهدافنا سنين او اللي احنا شايفينه قدامنا عشان نوصل لكاس البطوله باذن الله ونقدر نحافظ على اللقب ونرجع بيه ان شاء الله المحيط اللي انا حبيبي. اكيد يا كابتن خالد وكل التوفيق وقلوبنا معاك. وكابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس بعثه منتخب مصر في الجابون كل التوفيق لحضرتك ولا منتخب مصر. يبقى ارجع لكابتن محمد. احنا كنا بنتكلم على الاعداد يا كابتن هيثم. الدعم بتاع البلد طبعا كان بيحجم الاتحادات ان هي طبعا تقدر تعمل معسكرات طويله المدى. فاحنا مصر قبل البطوله بتاعت افريقيا ديت وبعد الانتخابات بتاعت الاتحاد عملوا معسكر في لاتفيا. شاركوا في بطولة لاتفيا كان فيها استونيا وهولندا ولاتفيا. انا فاكر اربع فرق بس. هم كان مصر ولاتفيا وهولندا واستونيا. كان في بطولة تانية كانت فرنسا برضه. وخلصوا البطولة دي وكسبوا البطولة ديت كسبوا استونيا وكسبوا هولندا وتعادلوا مع لاتفيا وخلصوها وراحوا على فرنسا شاركوا في بطولة الأربعة العظماء دوت اللي كانوا بيقولوا عليها. كان مصر وفرنسا والدنمارك والنرويج. طبعا مصر بطل افريقيا وفرنسا بطل العالم والدنمارك بطل الاولمبياد والنرويج وصيف. عملنا ايه هناك يا كابتن؟ اتغلبنا الثلاث ماتشات وكان يمكن السكور بس بزياده شويه بس احنا ما كناش يعني بنتكلم في نتائج. احنا كنا بنتكلم اعداد وفي نفس الوقت انا اطمن على اللعيبه بتاعتي لان ده اخر معسكر المفروض كان قبل البطوله.
فاللي انا يعني لاحظته ان كان طالع البطوله ديت اتنين حراس مرمى كان محمد علي وكان كريم هنداوي، فما كانش فيه حارس ثالث. فانت المفروض كابتن مروان واخد حارس ثالث البطوله دي، وكان المفروض البطوله اللي فاتت في المعسكرين اللي فاتوا كان برضو لو هو عايز يسافر كان المفروض يسافر بعدد اكبر، يجرب اكبر قدر من اللاعبين ويوقف على مستواهم بحيث ان هو يبقى الاختيار أقرب، عنده الاختيار اقرب حاجه للصح. بالظبط صحيح بالظبط. طب كابتن يحيى خليني اسالك سؤال برضو، يعني شايف حظوظ المنتخب؟ خلينا نتكلم على الجابون كسب تونس، يمكن كابتن خالد العوضي قال لنا مفاجاه في الشوط الاول خلصان للجابون، واضح ان الجابون فرقه محترمه وقويه، وراح ان الجمهور عامل شغل، وكابتن مدير فني جاكسون يعني من احد يعني شايف حظوظنا ازاي في ظل تواجد الجابون وتونس؟ انا شايف حظوظنا ان شاء الله، هو اول انا شايف ان البطوله دي يمكن اسهل من بطولات قبل كده، اسهل من بطولات مصر في ظل غياب الاربعه اللاعبين الاساسيين في المنتخب التونسي، أربعة مهمين جدا جدا جدا. كمان تونس بصراحة عملت حاجة لقدام، إن هي غيرت في أعمار سن اللاعبين عندها، 8 لاعبين متوسط أعمارهم من 22 23 لعيب، فدي بتدي فرصة للبطولات اللي بعد كده إن هي بتلعب عليها. بس الجابون برضو واضح ان هم جايين عايزين يعملوا حاجه، وخلي بالك هم ثلاث فرق بيتاهلوا كاس العالم، صح يا كابتن؟ ثلاث فرق هم من اول ما جاكسون مسكهم عملهم معسكرات داخليه وخارجيه، سافر بيهم فرنسا على طول، ان عنده 5 لاعبين اساسيين في المنتخب الجابوني بيلعبوا في الدوري الفرنسي، فدايما معسكراته دايما فرنسا. غير كده كمان انا كنت سامع قبل كده ان هم بدايتهم ان هم راحوا بطوله في ايطاليا في الشوارع في الجابون، كان في بطوله بتلعب في الشوارع فراحوا لعبوها وحصلوا عليها، فدي تدي الحاجات دي ثقه، المعسكرات دي مع المنتخبات الاوروبيه او مع الانديه الاوروبيه بتدي ثقه طبعا. غير كده كمان عامل الجمهور وعلى ارضها ورئيس دولتها ان هو يحضر مع جمهورها والكلام ده كله بيدي دافع. المدرب في حد ذاته المدرب ده كان بيلعب دايما على الاول، فطبعا بيدي خبراته بيدي الروح بتاعه لحد كل اللعيبه. بس اعتقد ان البطوله دي انا شايفها قريب خبرتنا احنا كفرقه اكتر، عندنا عناصر خبره كبيره جدا من كريم هنداوي للاحمر لحماصه لحسن ومحمد ابراهيم واسلام، عندك كم كبير جدا، عندك 5 محترفين واول مره بطوله افريقيه، 5 لعيبه مصريين يكونوا محترفين في الدوري الاوروبي من اقوى الدوريات كمان فرنس. مش مثلا بطوله مثلا بطولات ضعيفه ولا كمان بقى. عندنا يحيى الدرع كمان غايب عشان اصابه ومحترف كمان يعني في الحقيقه احنا عندك ما شاء الله عندنا دلوقتي عندك عوامل كمان انت عندك واخد عوامل شابه في اول يعني اول مره يخش المنتخب الاول الكبير السنه دي، عندك محمد عصام هو كان منتخب 96 حارس مرمى اول مره ينضم للمنتخب الكبير، وعمل شغل بتهيألي معانا كمان كويس مع الاهلي لعب الاهلي الزمالك كان ضيفنا هنا في عندك برضو محمد رمضان هو كبير شويه بس مواليد 84 دافع، وعندك مهاب حسام، اما دول الثلاثه اول مره يلعبوا أمم أفريقية مع المنتخب الأول. بس إن شاء الله توفقوا كابتن، وخليني بس يعني برضو آسف لمقاطعة حضرتك، ولكن احنا طبعا دايما بنخلي على قدر الإمكان نقدر في ملوك الصلاة نغطي كل الألعاب خلال الأسبوع اللي فات. حقيقة معنا تقرير لسيدات سلة الأهلي، هنشوف آخر الاستعدادات، يمكن هم لسه متواجدين قريبا بدوري مرتبط يعني ما فيش يمكن من أسبوعين ثلاثة، وغطيناه على قناة النادي الأهلي. خلينا نشوف التقرير ده عن سيدات سلة الأهلي وأرجع لحضراتكم عشان نستكمل تغطيتنا عن منتخب مصر في الجابون مع ضيوف الاستوديو. نشوف التقرير وأرجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، شفنا تقرير كرة السلة سيدات للعمل على قدم وساق، مطالب منهم بطولات كتير الحقيقة، كمان في مجموعة من اللاعبين واللاعبات تم اختيارهم افضل لاعبين، منهم دينا عمرو كافضل لاعبة في الفريق تم اختيارها على صفحة الفيسبوك الرسمية لكرة السلة، والحقيقة اكيد هنغطي الموضوع ده في ملوك الصلاة. 4 5 لاعبين منهم طارق غنام رجال، اسلام حسن تهيألي على ما اتذكر لكرة اليد، واحمد فتحي لكرة القدم. الحقيقة
يعني كان استفتاء سريع على صفحات النادي الاهلي، والحقيقه كان اول سنه يتعمل. فدينا عمرو كابتن الفريق خدت احسن لعيبه، الف مبروك. وتغطياتنا مستمره طبعا على قدر الامكان لالعاب الصالات. ارجع لضيوفي كابتن يحيى يوسف والكابتن محمد عبد الله. يعني ارجع لكابتن يحيى، الحقيقه يعني خلينا نتكلم عن مشاركه 6 لاعبين من النادي الاهلي في منتخب مصر، يمكن حتى اللي ما شاركش عندنا دي يمكن 3 أو 4 لاعبين كمان جاهزين لدخول منتخب مصر. شايف يعني كره اليد في النادي الاهلي ماشيه ازاي، خاصه عندنا 3 بطولات جايين؟ النادي الاهلي الحمد لله ماشي بخطوات ثابته من اول من قطاع الناشئين لحد لفرق الشباب. في اعتناء جامد جدا من رئيس الجهاز كابتن عاصم، بحيث ان كل ده يبقى في تفريغ لفرقه النادي الاهلي ومنتخب مصر. اكيد النادي الاهلي اما يدخل فيه حارس مرمى محمد عصام ده يكون عنده 21 سنه ويخش المنتخب الاول، دي حاجه كويسه، دعم النادي الاهلي طبعا والمنتخب مصر. عندك 6 لاعبين، وعندك كمان كان ممكن يخش اكتر من لاعب مثلا، وطبعا على حسب وجهه نظر كابتن مروان. أكيد. عندك عمر حجاج، عندك مصطفى خليل، عندك فيصل، عندك طبعا محمود فايز، عندك محمود عاصم، عندك كذا لعيب ممكن يوصل للمنتخب ويلعب في المنتخب الاول. اعتقد المرحله الجايه يبقى في دعم جامد جدا من الاتحاد لكل اللاعبين على مستوى مصر. واعتقد رئاسه الاتحاد برئاسه باشمهندس هشام نصر ومعاه الكابتن خالد العوضي، باشمهندس خالد العوضي اعتقد، والتجهيز والتحضير لكاس العالم كمان 21 ده يكون محتاج مجهود جبار منه واعداد كبير وفي اعداد. طب كابتن خليني اسال حضرتك سؤال، يعني عشان وقتنا يعني بيمر سريعا، توقعاتك لمباراه انجولا والكونغو الديمقراطيه اللي هم فاضلين لنا في المجموعه؟ ان شاء الله هنكسبهم، ان شاء الله هنكسبهم كمان كتير. بس هو طبعا اكيد الكابتن مروان لي او زي ما الكابتن خالد العوضي قال في يومين بيذاكروا الفرقه دي كويس جدا وبيحضروا ليهم من فيديوهات بتمارين بيخضر بالحاجات دي كلها. اعتقد ان شاء الله احنا اول مجموعه ان شاء الله. كابتن محمد اول مجموعه ولا ايه؟ باذن الله اول مجموعه. والناحيه الثانيه طبعا كمهندس خالد العوضي كان بيتكلم على اساس ان الجابون متقدمه على تونس. صحيح. ممكن احسن طبعا عامل خبره بالنسبه لتونس تقدر ان هي تكسب الجابون ان شاء الله، وممكن الجابون تطلع الدور قبل النهائي بعد الفوز على الجزائر. فاحنا ان شاء الله باذن الله المباراتين ان شاء الله هنكسبهم. مباراه تونس مباراه انجولا هتبقى مباراه جامده في المجموعه برضو، بحيث ان فريق انجولا يعني برضو ما تقلش عن الجابون والكاميرون الناحيه الثانيه ونيجيريا معانا في المجموعه. ان شاء الله نتخطى المجموعه اول الله باذن الله، نكسب اول المجموعه بتاعتنا ان شاء الله، وننتظر بقى المركز الثاني للجابون او الجزائر ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني كابتن محمد عبد الله. ربنا كابتن عيسى سعداء ان احنا بنشوف حضرتك في قناه الاهلي، ده مكانكم يا كابتن، واحنا اخر حاجه في الحلقه واخر سلسله في الحلقه. طبعا يا كابتن عيسى كابتن يحيى يوسف طبعا مدرب قطاع الناشئين ونجم النادي الاهلي السابق، نورتنا يا كابتن. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن، دايما متجمعين في البطولات. امين يا رب دايما ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين مر الوقت سريعا، حاولنا على قدر الامكان نكون يعني قريبين ونلقي الضوء على الالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي خلال ساعتين كل يوم جمعه. قبل ما نختم الحقيقه في تقرير مهم هنشوفه بعد كده هنختم الحلقه، تقرير عن مهرجان الالعاب الترفيهيه بالشيخ زايد. النادي الاهلي زي ما قلت لكم ليه جناحين، جناح الرياضه وجناح الاعضاء. النادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا حتى مع اعضائه، وهنشوف طبعا التقرير عن مهرجان الالعاب الترفيهيه. وتنتهي علاقتنا وان شاء الله لينا لقاء يوم الجمعه القادم من 7 و9 في ملوك الصالات، وتغطيتنا المستمره والحصريه لكل الالعاب داخل النادي الاهلي. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى لقاء يوم الجمعه القادم ان شاء الله.